الحقوا اطفال سوريا، الحقوا الموت في سوريا، الحقوا الناس بتموت، المستشفيات، انقذوا سوريا، حلب بتتدمر، يا ربي اوبا قشطه يا خرابي الحقوا. بياخدوا اتصالات من حلب، خدوا بالكوا، حلب اللي بتتضرب دي لا فيها نور ولا ميه ولا كهرباء ولا تليفونات، الواحده بتتصل طب من انه تليفون؟ الو بكلمك من حلب. اي في ايه؟ قال لها اي مالك؟ قالت له لا الحلب زنق على ودني. حلب زنق؟ شو احكي لك؟ قال لها احكي. مرحبا، كيفكن؟ انا محمود بيطار، رجعت لكم من جديد، بس انا مستاء جدا من الشيء اللي عم يصير، من الكوميديا الواطيه اللي عم تصير، انه وصلت الكوميديا لانه نتمسخر على ارواح الشهداء، وصلت الكوميديا لحتى نهين الشهداء، وصلت الكوميديا انه نحكي عن الموتى ونتمسخر ونضحك عنهم، لهون وصلت الكوميديا. على نفس القناه ومن عده اشهر بس طلعت ريهام سعيد وكمان تمسخرت على السوريين. شيء محزن ومؤسف انه كوننا كعرب نساوي كوميديا عن الشهداء، عن الميتين، عن اي شخص تحت الارض. احمد ادم، تخيل حالك، تخيل حالك لاي حدا مصري او عربي او اي كان، انا كسوري اتمسخر على شهداء سيناء الماتوا، تخيل هذا الشيء. انا كسوري ما بسمح لك، ما بسمح لك ابدا تساوي الشيء هذا، لانه هذا الشيء العقل ما خرج يستوعبه. اليوم اذا حيوان مات الحيوان الثاني بتم قاعد جنبه، اذا حيوان بقى كيف نحن كبشر؟ كبشر نحن بس للاسف نحن بس بشر باسم شهداء، ناس عم تطلع نصها، ناس طايره ايدها. الشعب اللي عم بموت هلا عم بقول يا الله، بس ما لنا غيرك يا الله، ما قالوا يا مصر يا اردن يا اي حدا، نحن ما بدنا حدا، نحن بس حلوا عن الشعب السوري عيفوه، عيفوه لانه فوق القتل وفوق الموت وفوق الدمار وفوق اللي عم بصير فيه عم تساوي كمان كوميديا فوقه، هذا شيء بايخ وسخيف جدا، ما فيني غير اقول تفو بهالكوميديا، بس كوميديا ساقطه، كوميديا واطيه. انا كسوري بنحرق قلبي باليوم مليون مره، لانه بشوف اولاد بلدي ميتة كل يوم، وانا مو طالع بايدي اعمل شيء، وانتو كل يوم تمسخروا عليهم، تمسخروا على اولاد بلدي. انا كسوري ما طالع بايدي شيء، عيفونا بحالنا، بس عيفوا الشعب السوري بحاله، شعب تعب، شعب مات، طلع بر، طلع بحر، مات بالقصف، دمار، طير. الشعب السوري ما تم شيء الا ما شافه مات فيه، احتقوا الشعب السوري بحاله، بس لانه حرج،